سنه اكادير خلق لنا متاعب صراحه. الحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بهذا المجهود هذا، واللي كان عندنا خيار واحد سوى الفوز في المقابله. وبالمناسبه كنبغي نشكر الجماهير اللي جات ساعدتنا، فهي نقطه القوه ديالنا ان شاء الله، وما حتى شي فرق ما غتبقى توقفنا ان شاء الله. انا ظهر لي وسبقت انني قلت تكلمت في انستغرام ان التدوينه ديالي، فبالمناسبه كنبغي نشكرهم على المجيء ديالهم والحضور ديالهم والمسانده القويه ديالهم. فبالنسبه لنا هم اللاعب رقم 12 وهم القوه ديالنا.